اليوم اليوم العالمي للمرأة، ويعني إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد خدات المبادرة أن باش تحتفي بالعنصر النسوي اللي عندها في الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية للعاملين في هذا المستشفى الكبير اللي كيتعتبر أكبر مستشفى في المغرب. تقريبا العدد ديال العاملين في هذا المستشفى حوالي 2600، وثلاث أربع ديالو راه من العنصر النسوي. يعني احنا مدينين لهم، يعني ان بالعمل اللي كيدار، المجهود اللي كيدار، لا في اطار التطبيب والعلاج، ولا في اطار التعليم والتاطير في التداريب، ولا في اطار البحث العلمي اللي كيمكن بلادنا ان تكون دائما ان شاء الله القدام. وهذه فقط يعني واحد وقفه احترام وتقدير والشكر لهم، وانهم باش نقول لهم انهم هما الفخر ديالنا، واننا مفتخرين بهم ودائما معولين عليهم ان شاء الله باش يكونوا دائما للقدام. اليوم العالمي للمراه اللي كيصادف 8 من مارس يوم عالمي كيحتفلوا به بالمراه، وحنا تكريما للمجهودات الجباره اللي كتقوم بها المراه داخل المستشفى. بالنسبه للقطاع الصحي لانه ميدان شويه صعيب، كاين الطبيبه، كاين الممرضه، الاداريه، التقنيه، نساء النظافه، يعني هادو نستحق تيستحقوا منا كل التكريم. وبهذه المناسبه كنهنئ جميعا، كنهني نساء العالم، كنهنئ نساء المركز الاستشفائي الجامعي بن رشد كامل. كما شفتوا تبارك الله حفل بهيج، فرحانين لان التكريم يعني تتكون رد الاعتبار وتكريم كاملين، يعني راه فرحانين. حضرنا لهذا الحفل السعيد اللي كرمونا فيه الاداره ديال لوبيتال، وتبارك الله حفل كان زعما في المستوى، زعما هادشي زعما كاينه خيالي، وما كناش معتقدين ريوسنا اننا حتى حنا عطونا فيه شي حاجه، ولكن الحمد لله تبارك الله عليهم، زعما داكشي منظم مزيان، الله يحفظهم الله يسرهم، لا الاداريين لا المدير ديال المستشفى، لا الرجال ديال التمريض، الممرضين، يعني كلهم كانوا تبارك الله عليهم في المستوى، الله يحفظهم والله ينورهم. وبغينا هذا الشيء ان شاء الله كيف كان، وبغينا يبقى دائما 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 المرأة المغربية تبقى تكرم ان شاء الله، ويحتفلوا بها ويعطيوها حقها هي في المهنة ديالتها. والحمد لله التمريض راه ماشي ساهل، باش تخدم هذه المهنة يعني كتطلب لك مجهود، لا مع الممرض، لا مع المريض، لا مع العائلة ديال المريض، لا هذا المجهودات ديالنا النفسانية، ولا يعني تطفي واحد المجهود كبير، كتخدم بكل شيء. المرأة الحمد لله المغربية كتبقى دائما مستحقة، لأنها المرأة المغربية أنا كيبان ليا هي اللي كتعطي أكثر من جهدها وفوق من جهدها، والحمد لله وربي دائما إن شاء الله يوفقها ويعاونها، وعلى حسب نيتها إن شاء الله دائما إن شاء الله غتكون الفوق الفوق إن شاء الله. فريمون هاد التكريم، أنا اليوم كنت من ضمن التكريم ديال النساء بهاد الاحتفال ديال هذا النهار ديال 8 مارس. كنشكر السيد المدير والساده الطاقم الطبي كامل اللي كاين في هذا السي اش او اللي دوزت فيه عمري كامل تقريبا، انا دخلت صغيره ودوزت فيه عمري كامل، ودابا انا فرحانه بهذا التكريم اللي داروا ليا، و فريمون سي جو سوي ايمي. وانا يا عندي واحد الاحساس غريب، لان اول مره كيديروا هذا الشيء في السبيطار في لوبيتال. وهذا التكريم كنهديه لجميع النساء المغربيات اللي فيهم مناختنا، صاحبتنا، بنتنا، النساء المغربيات اللي معروفات بالاجتهاد، معروفات بالخدمه الجيده، من ناحيه العمل ديالهم، من ناحيه العمل في ديورهم، كيسهروا على وليداتهم، على رجالتهم، باش تكون اسره جيده وتكون المراه عامله. يعني خصك واحد المجهود كبير وكثير باش توصل وليداتك وتكون اسره ناجحه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.